نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الباب باب عظيم من أبواب هذا الكتاب، ترجمه الإمام رحمه الله بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك يعني الشرك الأصغر، أن يريد الإنسان بعمله بأعماله التي يعملها من الطاعات الدنيا ولا يريد بها الآخرة. وإرادة الإنسان الدنيا يعني ثواب الدنيا أعم من حال الرياء، فالرياء حالة واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنيا، فهو يصلي أو يزيد ويزين في صلاته لأجل الرؤية ولأجل المدح، لكن هناك أحوال أخرى لإرادة الناس بأعمالهم الدنيا. فلهذا عطف الشيخ رحمه الله هذا الباب على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة، لكن الرياء جاء فيه الحديث وخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فهو في وقوعه كثير والخوف منه جلل. وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، وقوله إرادة الإنسان يعني أن يعمل العمل وفي إرادته بعثه على العمل ثواب الدنيا، فهذا من الشرك بالله جل جلاله، وسيأتي تفصيل أحوال ذلك. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية آية سورة هود مخصوصة بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا فيها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي مخصوصة بمن شاء الله جل وعلا. قال هنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني ممن أراد الله جل وعلا له ذلك وممن شاءه الله، فهذا العموم الذي هنا مخصوص بآية الإسراء وآية سورة الشورى. الذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصدا وتحركا هم الكفار، ولهذا نزلت هذه الآية في الكفار، لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله الصالح. ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له أحوال الناس فيما قال السلف تفسيرا لهذه الآية، وجعل كلام السلف يتناول أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد. النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة الدنيا، أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلا، ولكن
يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة. مثلا يعمل يتعبد الله جل وعلا بالصلاة وهو فيها مخلص لله، أداها على طواعية واختيار وامتثال لأمر الله، لكن يريد منها أن يصح بدنه، أو وصل رحمه وهو يريد منه أن يحصل له في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك، أو عمل أعمالا من التجارة والصدقات وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده مال فيتصدق، وهو يريد بذلك ثواب الدنيا. فهذا النوع عامل العبادة امتثالا للأمر ومخلصا فيها لله، ولكنه طامع في ثواب الدنيا وليس له همة في الآخرة، ولم يعمل هربا من النار وطمعا في الجنة، فهذا داخل في هذا النوع، وداخل في قوله من كان يريد ثواب الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والأعمال التي يعملها العباد، يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا، على قسمين. القسم الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب الآخرة، لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا، ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك ذلك الشرك. والقسم الثاني أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغب فيها بذكر ثواب لها في الدنيا، مثل صلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل هذا العمل، استحضر ذلك الثواب الدنيوي وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي، فإنه داخل في الوعيد، فهو من أنواع هذا الشرك. لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معا، له رغبة فيما عند الله في الآخرة، يطمع في الجنة ويهرب من النار، واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا، فإنه لا بأس بذلك، لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحظ عليه. من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل القتيل في الجهاد لكي يحصل على السلب هذا، ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله جل وعلا مخلصا فيه لوجه الله، لكن أتى هذا من زيادة الترغيب له، ولم يقتصر على هذا على هذه الدنيا، بل قلبه معلق أيضا بالآخرة. فهذا النوع لا بأس به، ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف في هذه الآية. النوع الثاني مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أنه يعمل العمل الصالح لأجل المال، فهو يعمل العمل لأجل ما يحصله من المال، مثل أن يدرس يتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة فقط، وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفة العبد بأمر ربه ونهيه، والرغب في الجنة وما يقرب منها، والهرب من النار وما يقرب منها،
فهذا داخل في ذلك. أو حفظ القرآن ليكون إماما في المسجد ويكون له الرزق الذي يأتي من بيت المال، فغرضه من هذا العمل إنما هو المال، فهذا لم يعمل العمل صالحا، وإنما عمل العمل الذي في ظاهره أنه صالح ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا. والنوع الثالث أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. والنوع الرابع الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من نواقض الإسلام، يعمل أعمال صالحة، يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلو، ولكن هو مشرك الشرك الأكبر، فهذا وإن قال إنه مؤمن فليس بصادق في ذلك، لأنه لو كان صادقا لوحد الله جل وعلا. فهذه بعض الأنواع التي ذكرت في تفسير هذه الآية، وكلها داخلة تحت قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، فهؤلاء جميعا أرادوا الحياة الدنيا وزينتها ولم يكن لهم هم في رضا الله جل وعلا وطلب الآخرة بذلك العمل من أصله، بذلك العمل الذي عملوه. هنا إشكال أورده بعض أهل العلم، وهو أن الله جل وعلا قال في الآية التي تليها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وأن هذه في الكفار الأصليين أو في من قام به مكفر، أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنيا فإنه لا يدخل في هذه الآية. والجواب أنه يدخل، لأن السلف أدخلوا أصنافا من المسلمين في هذه الآية، والوعيد بقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار في من كانت إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فهؤلاء أرادوا الدنيا بكل عمل وليس معهم من الإيمان والإسلام مصحح لأصل أعمالهم، فهؤلاء مخلدون في النار. أما الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام الذي يصح به عمله فهذا قد يحبط العمل، بل يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به الدنيا، وما عداه لا يحبط لأن معه أصل الإيمان الذي يصحح العمل الذي لم يخالطه شرك. فإذا هذه الآية فيها الوعيد، وهذا الوعيد يشمل كما ذكرنا أربعة أصناف، وكما قال أهل العلم إن العبرة هنا باللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن كانت في الكفار لكن لفظها يشمل من أراد الحياة الدنيا من غير الكفار. قال في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إلى آخر الحديث. وجه الشاهد من ذلك أنه دعا على عبد الدينار وعلى عبد الدرهم وعلى عبد الخميصة، وعبد الدينار هو الذي يعمل العمل لأجل الدينار، ولولا الدينار لما تحركت همته في العمل، لولا هذه الخميصة لما تحركت همته في العمل، فأراد العمل وعمل العمل لأجل هذا الدينار، لأجل هذه الدنيا، لأجل الدراهم، لأجل الجاه، لأجل المكانة، لأجل الخميصة الخميلة ونحو ذلك. وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام عابدا للدينار، فدل ذلك على أنه من الشرك، لأن العبودية درجات، منها عبودية الشرك الأصغر ومنها عبودية الشرك الأكبر،
الذي يشرك بغير الله جل وعلا الشرك الأكبر وعابد له، أهل الأوثان عبدة الأوثان، وأهل الصليب عبدة للصليب. وكذلك من يعمل الشرك الأصغر ويتعلق قلبه بشيء من الدنيا فهو عابد لذلك، يقال عبد هذا الشيء لأنه هو الذي حرك همته. ومعلوم أن العبد مطيع لسيده، مطيع له أينما وجهه توجه، فهذا الذي حركته وهمته للدنيا وللدينار وللدرهم عبد لها، لأن همته معلقة بتلك الأشياء، وإذا وجد لها سبيلا تحرك إليها بدون النظر هل يوافق ذلك أمر الله جل وعلا أم لا يوافق أمر الله جل وعلا وشرعه.